فيما يخص الوثائق، انت عارف بان من الناحيه القانونيه الامر يخص بالقانون، ويعني حتى الوثائق السريه ولا الوثائق الاداريه ممنوع من طرف القانون المدني والقانون الجنايات باش توزعهم. الامر هذا قلت لك فتناه، حنا رانا فتناه، وقلت بان لو فيه اي انسان اختلف على القانون ولا اختلف على اللوائح ولا اختلف على القانون الداخلي نتاع اللجنه الاولمبيه ولا تاع الجزائر، فيه لجان وفيه عداله، واللي عنده الخبره يورينا حنا تيديه. حنا رانا واحد ما عنده ما راه كاسب الخبره تاع كاع الرياضات ولا كل توت لي بون فولونتي كاع الارادات الملاح. رانا على كل حال البيبان كامل مفتوحين ومرحبا.